لما العيل يعيط بالليل امه كانت تقول له هتنام ولا اجيب لك عمرو بن عبد ود؟ الواد يكش ملك على طول. زي في ايامنا دي اسمه ابو رجل مسلوخة، ابو غرارة، ابو شوال، ابو طبالي، البلاوي اللي احنا تربينا عليها. اخر الواحد يقعد يقول لك في عفاريت، ايوه في عفاريت، بس انت بتسأل السؤال ده ليه؟ يقول لك اصل لما بمشي بالليل ده بلاقي حاجة بتجري وراي. ابدا مش حاجة بتجري وراك، انت اللي بتجري ورا نفسك، لانك انت اتربيت على الكوف وانت صغير. فيبقى ماشي يلاقي حتة خلاء يطلع يجري، يلاقي النخيل بيهتز بالليل في ضوء القمر يقول لك العفاريت بتجري وهو ظل النخيل. اتربينا احنا على المسألة دي، ولذلك النهارده العيل ما يقدرش يروح دكتور الميه لوحده، لابد يقوم ابوه من نص الليل، قوم يابا روح معاه دكتور الميه. فيه ايه يا ابني؟ يبقى الواحد مراته بتسلم من ورا الفلوس وتقول له ايه؟ ده الجن هو اللي بيفتح، تبقى هي مؤلفه المفتاح. جن ايه؟ هو جن برضه، بس جن من الانس مش من الجن. وحد الله لا اله الا الله. ولذلك واحد حضر فرح واحد وكان راجل عالم، حضر حفلة الزفاف، وبعدين الفجر بس لقى العريس نازل يصلي الفجر، قال له يا ابني ايه حكايتك؟ قال له يا الشيخ الست عليها اسياد ليله الدخل، امها موصيه، قالت لها قولي ان انا عليا اسياد عشان ايه ترفع يا الشيخ، يقول له عايز ثلاجه عايز تلفزيون، تطلب المطالب بتاعتها باسم الشيخ. اسياد ايه يا ابني؟ قال له كل ما اجي يمت ايه الصوت يتغير وتقول لي انا الشيخ سيد. ايه مدد يا سيدي؟ شوف البكش المصري، شوف المصائب اللي احنا عايشين فيه. وبعد قال له اعمل ايه يا الشيخ؟ قال له ابدا يا ابني، اتوكل على الله ويكون معك خرزانه سويسي، وحوش ما تضربهاش، بس افرض الخرزانه كده في الاوضه. الخرزانه لما الواحد يضربها في الهواء بتعمل صوت في السلاح. فالراجل قال لا، وبعدين شيخ سيد مين يا اخويا؟ هو انا متجوز سيد؟ انا متجوز واحد. الصوت يتغير، وهم عندهم المقدرة على تغيير الصوت، يعني ممكن تعمل نجيب الريحان وتعمل بشارة وكيم في نفس الوقت، مفيش حاجة ابدا. فالراجل جاب الخرزانة وحينزل، قالت له اعمل معروف على زينب، قال لها انا ماليش دعوة بزينب، انا بضرب الشيخ سيد. اسكت انت، اسكت الدخل، والله العظيم ده انا زينب كده اهو، يعني الشيخ سيد راح فين؟ مفيش حاجة اسمها سيد، امال مين اللي قايلك هتتزيد؟ قالت امي. خلاص انت يا شيخ سيد، ما هو الشيخ سيد ده عفريت وخرزانة، ما دام يبقى فيه واخد سيد يبقى فيه واخد خرزانة، اضرب خرزانة خلاص، كل الشيخ سيد كأنه ماشي. عفريت اللي هيلبس بني ادم، عفريت ايه اللي هيلبس بني ادم؟ ده بني ادم يلبس عفاريت سليمان كلها، ده بني ادم النهارده بلوى من البلاوي المسيحة. انت ما شفتش ايه اللي حصل في العيد الكبير؟ واحد عنده خروف مربيه فوق السطوح عشان يذبحه في العيد في ساق الدور، وبعدين طلع الحرامي كتف الخروف ونازل. ونازل شايل الخروف قبل واحد من السكان طالع، فهو خاف ان يكون ده صاحب الخروف. يقوم الحرامي يقول ايه؟ اما ناس ما بيفهموش، من امتى بيعرفوا اكل الضاني؟ انا عايز اشتري ب 12 جنيه، خروف انباع ب 12 جنيه؟ الحرامي عامل نفسه بياع. فالراجل الساكن قال له يا ابني تبيعه؟ قال له ابيعه. بكام؟ قال له ب 15 جنيه. قال له الله يربحك، اتفضل 15 جنيه. صاحب الساكن خد الخروف وطلعه فوق السطوح عشان يحطوا له البرسيم. اصحاب الخروف الاصليين طلعوا بالبرسيم، اللي اشتراه دلوقتي طلع بالبرسيم، ده يقول ده بتاعنا وده يقول ده بتاعك. مين اللي رسم الرسمه دي؟ الجن ما يعرفش يرسم رسم زي كده. الجن يغلط ويسقط في حصه الرسم اللي بالشكل ده، انما بني ادم النهارده، بني ادم النهارده عنده من الحيل ما عنده، فما فيش عفريت يلبس بني ادم. تيجي المدام تقول لك انا عايز اعمل زار لان شمهورش بايدي عليا كل سنه، كلام فاضي. زار ايه؟ زار ايه؟ وبعدين يجي الشيخ يقول لها عايزين نذبح حمامه سودة ونجيب دير فار يتيم وديك رومي يكون ابوه متجوز ورمه، ده كلام ايه؟ وبعدين هات يا اخويا اديك الرومي، هات اديك الرومي يا غلبان، يا اللي النهار ما بتدخل لك نص كيلو لحمه راس ب 40 ساق من مولد النبي،
بتعمل بتسك الباب بسلاسل من حديد عشان منع تجول القطط. هات يا اخوي هات يا غلبان. ويجي الشيخ بسلامته الشيخ حتريز ينتش الحمامة السوداء والبيضة ومش هيخلي. كل دي خرافات، كل دي خرافات لا اصل لها في الاسلام. انما اهل في الاسلام لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شوف الكلام، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وانا بقول ان اي عفريت في الدنيا تحرقه آية الكرسي حرقا. اي عفريت؟ آية الكرسي. آية الكرسي. تقرا آية الكرسي كل شيء انتهى. ما انتش حافظ آية الكرسي، اقرا الفتحة وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. دواء الشياطين القرآن. ما دام في قرآن يبقى لا شياطين. ده انت بمجرد ما تدخل بيتك وتقول السلام عليكم ورحمة الله، الشيطان يقول لزمايله لا مبيت لكم عند هذا الرجل. خلاص، لانك فجرت قنبلة جين في شديدة الانفجار، الشيطان على طول يبلغ فرار. تقعد تاكل تقول بسم الله، الشيطان يقول للي معاه لا عشاء لكم عند هذا الرجل. قلت انه ماشي خلاص، لان الله ذكر. واريد ان اقول ان ذكر الله لا يكون الا باسماء الله الحسنى، الا باسماء الله الحسنى. انما اللي يجي يقول لك كدن كدن كركدن ده 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 همسا همسا لمسا لمسا، ده شغل صحرة. جاي لي واحد مهندس في اللاسلكي راجل عظيم من مدة اسبوعين، بيقول لي فيه ارواح شريرة مطرداني. ايه ارواح شريرة مطرداني؟ فيه ايه؟ قلت له انت بتذكر الله بايه؟ قال لي انا واصل على واحد واداني اسم من اسماء الله اذكر بيه. انا الاسم مش عارف انطقه كويس، يعني اللي فات اهو بقاله اسبوعين بذاكر فيه مش عارف انطقه كويس. تعرفين بيقول له اذكر الله بايه؟ اهطو من كسق حل عرو يا نص، اهطو من كسق حل عرو يا نص. والله والله يا اخوانا انا كتبته في ورقة عشان ما انساهوش، يعني انا حفظت جاته للضرب كان اسهل من اسم ده. سمعتني الصلاة على الحبيب النبي محمد، خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب، خد بالك من البلاوي اللي الشباب واح فيها. ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وغر الذين يلحدون في اسمائه. اسماء الله الحسنى كم يا رسول الله؟ قاله النبي ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. كده اهو. شوف النبي بيقول ايه؟ شوف النبي بيقول ان لله 99 اسما، ومش سكتة، لا 100 الا واحدة. شوف عشان كمان يحدد العدد اكتر، 100 الا واحدة من احصاها، يعني من حفظها وعمل بها دخل الجنة. وبعدين اسماء الله معروفة ومحفوظة ومنصوص عليها. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. لغاية ما تذكر الاسماء اللي وردت في نص حديث رسول الله، القابض الباسط الرافع الخافض الواجد الماجد الواحد المعز المذل وهكذا معروفين. اذا غير هذه الاسماء ما هوش من اسماء الله الحسنى. قلت له طيب انت بتذكر بالاسم ده ازاي؟ اللي هي اهطو من كسق حل عرويا نص. قلتها كم مرة يا باش مهندس؟ قال لي 200,000 مرة. قال يا ابني ده الاسماء دي مش ذكر الله، دي اسماء بتحضر شياطين.
ما هو الشياطين لها حاجات مخصوصة. لما الساحر بيحب يستخدم شيطان سفلي بيقعد يذكر له الاسماء اللي زي دي، يلاقي الشيطان حضر يقول له لازمك ايه، يقول له لازمني كذا وكذا. ولذلك انت تستغرب لما تروح لواحد ساحر لا قدر الله يقول لك انت جاي عشان خاطر انسرق من الدولاب بتاعك راديو ترانزستور، انت تستغرب ايه اللي عرف ام عطيفه بالحكايه دي؟ ده ام عطيفه في عين شمس وانا ساكن في الشرابيه ولا في مهمشه، ايش عرف ام عطيفه؟ ابدا ما تستخدم شيطان. الشيطان بيتصل بالقرين بتاعك. النبي بيقول ما من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قرينه من الجن يامر بالشر، قرينه من الملائكه يامر بالخير. قالت الصحابه حتى انت يا رسول الله انت ليك برضو قرين من الجن وقرين من الملائكه؟ قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. حديث صحيح. فالشيطان اللي بيسخره الساحر. ولذلك النبي قال من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر. الشيطان اللي بيشغله الساحر بيتصل بالقرين اللي ماسك عليه. ما تعرفش فلان رايح ليه هنا؟ يقول له فلان معاكلم عشان راح منه حاجة في البيت. فبيقول الاخبار دي للساحر. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قلت له يا ابني 200,000 مرة وانت تقول اهطم كسك حلع ويا نص ايه دي؟ قال ده انت لابد الشياطين كلها تحفى عليك، لابد يبرجلوك. وبعدين الشيطان والعياذ بالله ما هي الاسماء دي بتذيبه زي انت ما تحب تتصل بالتلفون بواحد بتدور قرص التلفون على الارقام اللي انت عايزها، التلفون بيرن هناك. فبرضو الاسماء ده يطرعها تلاقي شياطين جات، يعني دي التلفون بتاع الشياطين. عايز ايه؟ اصرف. عايز ايه؟ اصرف. ما يقدرش يصرف يضربوا ضربا. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. البخاري روى في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت من الجن، والنبي في صلاته ومع العفريت شعلة من نار، اراد ان يشغل الرسول عن الصلاة. النبي قال فامكنني الله منه حتى شعرت ببرد لسانه على يدي. النبي مسك العفريت من رقبته فلسانه طلع على ايد النبي. النبي قال وكنت اود ان اربطه في سارية من سواري المسجد في عمود حتى تروه جميعا. امال ما ربطوش ليه يا رسول الله؟ عشان الناس كانت تشوفه. النبي شوف بيقول ايه، ولكني تذكرت قول اخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فلقيت ان انا لو ربطت العفريت يبقى اعتديت على سلطة سليمان، لان ربط العفريت سلطة سليمان. والنبي كان ذا خلق لا يعرف الاعتداء على سلطات غيره. فالعفريت موجودة بس ما تركبش، دي تخيل بس، تخيل البني ادم. فبقول له طيب الشيخ اللي اداك الاسم ده تذكر بيه ما سألتوش ايه اللي حصل؟ قال لي سألته. قلت له قال لك ايه؟ قال له لا ده انت وصلت. وصلت؟ قلت له فعلا يا ابني ده وصول، بس مش وصول الى الله، ده وصول الى الخنكة. وصول ما وصول كده اهو، كده اهو. نعبث بعقول الشباب، نديهم اسماء لا تمت الى ذكر الله بصلة لغاية ما يحصل لهم خلل، والاخر نقول له انت وصلت. قلت له يا ابني الاسم ده ابعده خالص، ما تجيبوش على لسانك. اهطو من كسق دي ايه؟ اهطو من كسق دي اسماء ربنا لطيفة. الرزاق الوهاب العليم الخبير الحكيم السلام. ده
كسق دي تطلع اسم. ايه كسق دي؟ ده انا بستغرب اقطوم دي تطلع ايه، حتى والله ما انا عارفها فعل ولا حرف ولا اسم ولا اسم فعل. ما تعرفش يعني؟ انا اتحدى لو واحد عرف يعرف اهطوم كسق. ايه كسق دي؟ دي نوتة موسيقية ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ دي صاصولة؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه يا ابني؟ انت بتعزف نهاوند ولا صابة ولا ايه؟ ايه ايه دي اسماء ربنا دي؟ وذروا الذين يلحدون في اسمائه. قلت له يا ابني اركن الكلام ده، ما تجيبوش على لسانك، وعليك عقيب كل صلاة ان تقرأ آية الكرسي فان فيها النجاة. فيها النجاة. فانا بنصح شبابنا وبنصح ابنائنا ان اذا كان الواحد منهم عايز يعرف طريق يعبد الله به، فليس هناك الا طريق واحد اسمه محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. قالوا الطريق، انما الرحل شت. واحد يقول لك يقول همسا همسا لمسا لمسا كدن كدن كركدن ده 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 كلام ايه؟ ده كلام ايه لما تهدهدونا الشباب في قرب؟ والله والله العظيم جاي لواحد مهندس كيمياء، مهندس كيمياء دماغه متبرجمه. انت